وعليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة إن شاء الله هنحل فيه الأنماط الجديدة للتعبير. ده ملف نازل من كتاب كيانج جزاهم الله كل خير. طبعا هو جايب مجموعة من الأنماط الجديدة في نظام التعبير وهنتدرب عليها إن شاء الله. النمط الأول هو بيقول لي إنه هيعرض لي مقولة، سواء المقولة دي آية قرآنية، حديث، قول ذا على الألسنة، عبارات معتادة من المجلات وغيره. وبعدين بيطلب مني إن أقول له المقولة دي أو الآية دي أو الحديث دي نستخدمها في إيه أو في أنهي موقف. واحد: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الموقف المناسب للآية الكريمة تقال في موقف توبيخ ولا مواساة ولا فخر ولا دعاء. طبعا أنا بقول لحد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يبقى أنا بدعو للصبر. الصبر إمتى؟ عند نزول النوازل أو المصائب، يبقى في مجال المواساة. بعد كده قال المعلم: كان الطلاب يستمعون للشرح اليوم وكأن على رؤوسهم الطيرة. طبعا ده مثل عربي قديم، كأن على رؤوسهم الطير. كان زمان العرب لما كان بيقوم بمهنة الصيد أو بيصطاد طير أو غيره، كان بيكون راقد تحت الشجرة وفي منتهى الصمت، لأن الطيور فوق رأسه، فيسكن سكونا هادئا حتى لا تطير الطيور بسبب حركته. فالمثل أصبح يضرب على الهدوء والرزينة. طيب هل هنا في حاجة توافق هذا المعنى؟ عندك سالة خاملون؟ لا طبعا، نشيطون ولا متفاعلون؟ لا، دول ساكتين. يبقى أولا كان على رسوم الطير ساكتين، بس صامتون إيه؟ لأنهم منتبهون. والإجابة جيم. بعد كده بيقول لي: فريق كرة القدم بمدرستك خرج للعب مع المدرسة المجاورة لكنهم رجعوا بخفي حنين. طبعا ده مثل عربي قديم، رجع بخفي حنين، ومثال يضرب على الرجوع بالخيبة والفشل. يبقى هنا طبعا مفيش كلمة خيبة وفشل، هنختار كلمة الهزيمة. يبقى هذا يعني هزيمته. إذا أردت أن تصف رجلا بالجود والكرم فالعبارة المناسبة أن تقول: إن هذا الرجل عنده كرم، عنده جود، أو الكثير التنقل والترحال، ولا بيقيم حفلات السمر، ولا أصدقاء من كل الطبقات، ولا لا تخمد له نار ولا يغلق له باب. طبعا هختار له هو، ما هو طبعا هي جملة قديمة شوية، لا تخمد له نار ولا يغلق له باب. احنا لحد الآن بالعامية نقوله يا جماعة ده فلان ده ما بيقفلش بابه قدام حد. بعد كده رقم 8: إذا أردت أن تتحدث عن كتاب كيان الذي انتشر في الآفاق وزاعت شهرته، فستقول: كتاب كيان كتاب جيد، ولا كتاب كيان يشار إليه بالبنان، البنان لأطراف الأصابع، ولا كتاب كيان طفرة منهجية، ولا كتاب كيان يراعي كل المستويات. طبعا إذا حبيت إن أنا أستخدمه بأسلوب بلاغي شوية هقول الجملة رقم باء اللي هو يشار إليه بالبنان، ودي كناية عن الشهرة يا جماعة. نروح بعد كده: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته. طبعا أخلق بيه يبقى أفعل بيه، ده أسلوب تعجب. هذا المثل يحثنا على طبعا السعي ولا طلب الحاجة ولا الصبر ولا الخلق الحسن. طبعا صاحب الصبر هو اللي بيحظى بحاجته أو بيظفر بحاجته. طبعا هنا بيدعونا للصبر، لأن الصبر هو الذي يصل بالإنسان إلى مبتغاه. بعد كده بيقول لي: اطلب الشر لجارك تجده في دارك. يعني انت لما بتعوز او بتطلب او بتختار او بتبقى فرحان في جار لك انه اصيب بالشر، الشر ده سيصل اليك حتما. هل هو الابتعاد عن جار السوء، ولا النهي عن الشر، ولا العمل السيء يحيق باهله، ولا الدار مجمع الشرور؟ طبعا الف وده البعاد جدا. طيب هل هو النهي عن الشر، ولا ان العمل السيء يحيق باهله او يحيق باهله يعني يحيط بهم؟ طبعا يا جيم هي الصح، ان الشخص الذي يدبر لاخيه مكيده او غيره او يفرح او يشمت فيه ستعود او سيعود السوء اليه. بعد كده رقم 11: عز المرء استغناؤه عن الناس. المقصود بهذا المثل مدح الغنى، اكتفاء المرء بنفسه يرفع قيمته. لا تتعامل مع الناس، عدم الحاجه الى الناس. طبعا باينه جدا ان هي رقم باء، ان اكتفاء المرء بنفسه يرفع قيمته.
كل ما الإنسان يترفع عن غيره بيكون قيمته أعلى. اذهب فيما في يد الناس يحبك الناس. بعد كده أعطي أخاك تمرة فإن أبى فجمرة، نار يعني. يضرب هذا المثل لمن يكره التمر ويحب الجمر، ولا يرفض الغنى ويرضى بالفقر، ولا يختار الهوان على الكرامة، ولا يختار النار بدلا من الجنة. طبعا هذا مثل عربي بيضرب لمن يختار الهوان والذل على الكرامة والعزة. بعد كده بيقول لي عي صامت خير من عي ناطق. المثل ده بيضرب على ايه؟ ان الانسان يكون اذا لا يحدث اذا لا يحسن الحديث فالصمت اولى به. يبقى اغتنام الكلام لمن يحسن، ولا اغتنام السكوت لمن يحسن، ولا اغتنام السكوت لمن لا يحسن الكلام، ولا اغتنام الكلام لمن لا يحسنه. طبعا هو اغتنام السكوت لمن لا يحسن الكلام، فالسكوت ليه افضل. اتقي شر من أحسنت إليه. المقصود بهذا المثل الإحسان لمن يسيء، ولا الشر يلازم الإحسان، ولا الحذر فقد تأتي الإساءة ممن أحسنت إليه، ولا الحض على ترك الإحسان. طبعا بين جدا ناجيم يا جماعة إن الحذر قد يأتي بالإيه، فقد تأتي الإساءة ممن أحسنت إليه. كل ما يلي يصلح نقدا رقيقا لرجل دائم الانتقاد لغيره وهو ذو عيوب إلا واحد. يعني كل اللي احنا هنقوله ده ينفع انتقاد، وانتقاد بشكل مهذب بشكل طيب لشخص دائم الحديث عن عيوب الناس وينسى عيوبه. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. طبعا القرآن يا جماعة ما ينفعش أننا نقول إن هو نقد غير رقيق، يبقى ده هنطلعه بره القصة. وكمان قول النبي صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينيه. قذى اللي هو ما يقع في العين فيصيبها، والجذع مرض العين، يعني هو بيتريق على حد أو بيعيب في حد لمجرد وقوع قذى تراب أو قش أو غيره في عينه، وبينسى العيب اللي في عينه هو نفسه. قال الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كانت التعليم، ولا أقول له ما أسوأ نقدك وما أشد وقاحتك. طبعا الأخيرة بين جدا إن النقد هنا لازع ومش نقد، يعني في نوع من أنواع الرق. بيقول لي بعد كده رقم 16 وجه كلمة عتاب رقيقة لصديق لك ردا على موقف بدر منه. عتاب رقيقة، هل أقول له ما أسوأ موقفك فخاب ظني فيك، ولا أقول له بئس الصديق أنت، ولا أقول له أنت مثل سيء للصديق. طبعا كل ده واضح هو. رقم 3 طبعا رقم جين دال، أقول له تذكر أن لك صديقا له عليك حقوق بشكل مهذب. السؤال اللي بعد كده وجه كلمة تهنئة رقيقة لصديق لك نجح في الامتحان. هقول له ايه؟ هل اقول له ما اروعك طالبا لولا استعانتك باصحابك. طبعا لا، طبعا نعم صديقا انت يا ليتك ترى حقوق الصداقة. طبعا النص حلو والنص التاني مش حلو. مثلك يفتخر بصداقته نجاح مبارك. طبعا هي ديت حتى دال بيقول له لا تنسى فرحتك ان لك صديق لو عليك حقوق. لا طبعا. بعد كده لبست له جلد النمر. النمر من الحيوانات المتوحشة طبعا، وهو يعني الناس تقول لك طبعا الأسد أقوى من النمر، لكن النمر يا جماعة بيبقى فيه نوع من أنواع الهجوم الشرس عن الأسد. يعني الأسد بيتأنى بيشوف الفريسة، إنما النمر ممكن يخش في أي صراع مع أي حيوان حتى لو أقوى منه. فهل هو إظهار النعيم في الملبس، إظهار الشجاعة، إظهار العداوة، إظهار المكر والخديعة؟ لبست له جلد النمر، يبقى أنا هنقض عليه، يبقى إظهار العداوة. بعد كده اخرج الطمع من قلبك تحل القيد من رجلك. من مقاصد هذا المثل من مقاصده هل الحث على الصبر، ولا الحث على التحلي بالقوة، ولا الحث على القناعة، ولا الحث على كسر القيود. طبعا مقاصده اخرج الطمع من قلبك. طمع يبقى انت ترضى باللي في ايدك، يبقى الحث على القناعة. القناعة تجمع اللي هي الرضا بما قسمه الله لك. بعد كده بيقول لي السعيد من وعظ بغيره. يعني الانسان السعيد اللي بيشوف غيره فيتعظ به او يعتبر به. يقصد بالسعيد هنا من يجرب الامور، من ينتفع بتجارب غيره، من يعظ الاخرين، من يستمع او من يستمتع بالليل موعظة. طبعا هو من ينتفع بتجارب غيره. ده النمط الاول يا جماعة. النمط الثاني في الامتحان بيجيب لي عمل كتابي وبيطلب مني هل هو برقية، تقرير، رسالة او شيء من هذه الاشياء.
فبقول لي زيارة قمت بها لأحد المدن الجديدة في صحراء مصر. التعبير المناسب لكده إن أنا هكتب إيه؟ هكتب تقرير برقية، رسالة، دعوة. طبعا هكتب تقرير عن الرحلة، يبقى الإجابة ألف. رقم 2، حضر والدك الحفل الختامي لتوزيع شهادات الفائقين في المدرسة. التعبير اللي بيستخدم لاستدعاء الأب هو طبعا التقرير ولا البرقية ولا الإعلان ولا الدعوة؟ لا طبعا، حدعو الأولياء الأمور باستخدام بطاقة الدعوة، يبقى الإجابة د. رحلة ستقوم بها مدرستك لزيارة أحد أو أهم المعالم الأثرية في القاهرة. أستخدم مناظرة، برقية، إعلان، دعوة. طبعا عشان نقوم برحلة هنعمل إعلان ونكتب فيه مكان الرحلة وسعرها وتاريخها عشان الناس تعرف، يبقى الإجابة ج. أردت أن تستدعي صديقك ليقضي معك إجازته الصيفية في قريتك، هستخدم إيه؟ هل هكتب له تقرير ولا رسالة ولا إعلان ولا دعوة؟ طبعا هنا صديقي هكتب له رسالة. طب تقول لي طب ما اكتب له دعوة. طبعا الدعوة يا جماعة بيبقى فيها حاجة حكومية شوية أو حاجة رسمية شوية، إنما أنا هكتب له رسالة عادي. طبعا هو في أنواع رسائل برضو للمسؤولين وكده. بعد كده بيقول لي صديق لك في دولة أخرى شفي من كورونا ففرحت له. التعبير المناسب أكتب له إيه؟ تقرير، برقية، إعلان، دعوة. طبعا هكتب له برقية تهنئة بالشفاء العاجل، يبقى الإجابة ب. 6، النيل شريان الحياة فحافظوا عليه. الجملة دي تصلح رسالة، برقية، إعلان، لافتة. طبعا دي تصلح إنها تكون لافتة. كتاب موجه إلى جهة محددة يعبر فيه صاحبه عن رغبته في الحصول على أمر ما، برقية، شكوى، طلب، رسالة. طبعا ده بيبقى طلب يا جماعة، زي طلب الحصول على منحة دراسية، طلب السماح بتركيب تليفون أو خدمة معينة، ده بيسموه طلب، يبقى الإجابة ج. مسابقة في إلقاء الشعر والتحدث بالفصحى، أستخدم إيه التعبير المناسب أو في هذا الموقف؟ هل أعمل رسالة، برقية، إعلان، لافتة؟ طبعا أدام مسابقة يبقى أعمل عنها إعلان عشان الناس تعرف وتتقدم للمسابقة، يبقى جيم. اجتمع الطلاب في مكتبة المدرسة بقيادة معلمهم من أجل مناقشة قضية بين فريقين، مؤيد ومعارض. أدام فيها مؤيد ومعارض يا جماعة على طول تبقى أنت فاهم إن هي مناظرة طبعا مش ندوة. بعد كده بيقول لي رجل معروف في الحي الذي تسكن فيه وغير راض عن نظافة الحي وكثرة انقطاع الكهرباء فيه. تعبير الوظيفي المناسب لهذا الموقف لإعلام الجهة العليا المسؤولة. هل هكتب لهم دعوة ولا برقية ولا تقرير ولا رسالة؟ طبعا هكتب لهم رسالة، ورسالة طبعا بتبقى رسالة حكومية. طبعا لو في شكوى كانت تنفع كمان. بعد قراءتك لكتاب ما في مكتبة المدرسة، طلب المعلم منك تحديد أفكاره في سطور معدودة وحذف الحشو والجمل الزائدة، يبقى هعمل عملية إيه للكتاب؟ تقرير، تلخيص، إسهاب، بسط. الإسهاب والبسط بنفس المعنى يا جماعة، ده يعني زيادة اللي هو الإطناب يعني. طبعا هعمل لهم تلخيص، الإجابة به. تجلس مع أبيك في البيت فسمع أبوك المذياع، الراديو يعني، يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فطلب منك توضيح للبيت الشعري في سطرين، فما تفعله من فن من فنون التعبير؟ هعمل تلخيص، لا ده عايزني اشرح له. هعمل تقرير، هعمل بسط يا جماعه يعني شرح، الاجابه ج. بعد كده يا جماعه نروح للنمط الثالث، وبيكون الطالب بيحتاج لاعمال فكر، تركيز يعني، في كل كلمه مكتوبه للخروج من ورائها بفكره عامه سيتم استنباطها من اجل معرفه الموضوع الذي يتم الكتابة فيه. بيقول لي للمرأة دور حيوي في بناء المجتمع، تكتب في هذا أو تكتب في هذا الموضوع عن الدور الريادي للمرأة في نهضة المجتمع، تحديد أدوار كل من الرجل والمرأة في الأسرة، مساعدة الدولة والأسرة للمرأة في إبراز هذا الدور، ظلم المجتمع للمرأة ومعاناتها اليومية. طبعا الأخيرة بعيدة خالص، وبه الرجل والمرأة، هو عايز المرأة بس. هل هكتب مساعدة الدولة والأسرة للمرأة في إبراز هذا الدور ولا الدور الريادي للمرأة؟ طبعا هكتب الدور الريادي للمرأة لأنه هو بيقول لي دور حيوي، يبقى الإجابة ألف. رقم 2 بيقول لي العشوائيات من المشكلات التي تواجه الدولة، نكتب في هذا الموضوع عن، نكتب إيه؟ نكتب في البحث عن أفكار جديدة للحد من العشوائيات، ولا إخلاء العشوائيات من ساكنيها، ولا توعية المواطنين بالبعد عن العشوائيات، ولا اقتراح حلول للقضاء على هذه العشوائيات. طبعا
يعني عندي ألف ودال، طبعا ب وجيم بره القصة خالص، إخلاء العشوائيات من ساكنيها على توعية المواطنين بالبعد عن العشوائيات. العشوائيات من المشكلات اللي بتواجه الدولة، هل هبحث عن أفكار جديدة للحد منها ولا اقتراح حلول للقضاء عليها؟ طبعا الحد ده تقليلي، يبقى الأفضل القضاء عليها، يبقى اقتراح حلول للقضاء على هذه العشوائيات. الوقت أغلى من الذهب، نكتب في هذا الموضوع عن أهمية الوقت وكيفية التعامل معه، ولا كيفية قضاء وقت الفراغ، ولا حكم وأمثال عن دور الوقت في حياتنا، ولا الموازنة بين الوقت والذهب. طبعا الوقت أغلى من الذهب، يبقى هكتب أهمية الوقت وكيفية التعامل معه. الرفيق قبل الطريق، نكتب في هذا الموضوع عن أضرار العزلة والبعد عن الناس، ولا الحديث عن صفات الصديق الصدوق، ولا عدم تفضيل الأصدقاء على الأقارب، ولا فوائد الصداقة في المجتمع. طبعا يعني هو هنا بيقول لك الرفيق قبل الطريق، يعني اختار صديقك، احسن اختياره قبل أن تختار طريق السير. يبقى الحديث عن صفات الصديق الصدوق، ان انت لابد ان انت تختار صديق يكون ليه اخلاق. 5، الثروة السمكية من الثروات غير المستغلة لاستغلال الامثل في مصر، نكتب في هذا الموضوع عن اسباب انهيار اسواق السمك العالمية، ولا التوسع في استغلال البحار والمحيطات، ولا مقترحات للنهوض تمكن من النهوض بتلك الثروة، ولا البحث عن مصادر بديلة للثروة السمكية. طبعا ألف وب وده باينين جدا مما بعاد. جيم، ان انا هعمل مقترحات للنهوض بالثروة السمكية في مصر. 6، تبوير الأرض الزراعية من المشكلات التي تعاني منها الدولة، تكتب في هذا الموضوع عن بحث عن أفكار جديدة للحد من تبوير الأراضي، إخلاء الأراضي الزراعية من المعتدين عليها، استصلاح آلاف الأفدنة في الصحراء، اقتراح حلول لوقف الإهدار في الثروة الزراعية. تبوير الأرض من المشكلات اللي بتعاني منها الدولة، يبقى هعمل إيه؟ هل هبحث عن أفكار جديدة للحد منها، ولا اقترح حلول لوقف الإهدار؟ يبقى هعمل حلول لوقف، أو اقتراح حلول لوقف الإهدار في الثروة الزراعية. الإجابة ده عندي بعد كده. طبعا هو ألف برضو يا جماعة، يعني البحث عن أفكار جديدة للحد من تبوير الأرض الزراعية، زي اقتراح حلول لوقف الإهدار في الثروة الزراعية. أنا شايف إنهم مش عارف يعني بصراحة. 7، بسواعد الشباب يتقدم الوطن، نكتب في الموضوع أو في هذا الموضوع عن طبعا بسواعد الشباب يتقدم الوطن، هل هجرة الشباب إلى الخارج للعمل والتعليم، ولا دور الشباب في المرحلة الحالية للتقدم، ولا إبعاد الشباب عن المناصب القيادية، ولا إنشاء المزيد من مراكز الشباب المتطورة. طبعا هكتب في دور الشباب في المرحلة الحالية للتقدم بالوطن الغالي. بعد كده آخر سؤال عندنا النهاردة في الفيديو، إن ظاهرة التحرش انتشرت بكثرة بين الشباب، تكتب في هذا الموضوع عن أسباب الظاهرة وكيفية القضاء عليها، ولا إصدار فتوى بتحريم التحرش، ولا منع الحديث أصلا عن الظاهرة، ولا المشكلات التي يعاني منها الشباب في الأسر الفقيرة. طبعا هتكلم عن أسباب الظاهرة وكيفية القضاء عليها. يا رب نكون استفدنا بالفيديو، مستني تعليقاتكم، وأي حاجة غامضة أو أي حاجة فيها نقاش مستعدين نتكلم مع بعض إن شاء الله. وشكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.